حضرات السيدات والسادة، إن مجال التربية والتكوين ببلادنا كما تعرفون يعرف إصلاحات كبرى تشمل مختلف مكوناته وجوانبه، وذلك في إطار تطبيق مشاريع قانون الإطار 51/17 الخاص بقطاع التربية الوطنية وإجراءات خارطة الطريق 2022-2026 التي تتوخى التأسيس لمدرسة مغربية رائدة تستهدف أساسا التمكن من التعلمات الأساس وتعزيز الأنشطة الموازية والحد من الهدر المدرسي عبر تركيز التدخل على ثلاثية المنظومة التلميذ الأستاذ والمؤسسة. في هذا السياق ومواصلة للتنزيل العملي للإطار الإجرائي برسم سنتين 2023-2024 وخاصة البرنامج الرابع المتعلق بالأنشطة الموازية، تعمل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من خلال شراكتها مع كل من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة وقطاعات حكومية أخرى على ترسيخ مفهوم التربية البيئية، ونظرا للظرفية التي يعيشها العالم في ظل موجة الجفاف التي تعرفها عدة دول ومن ضمنها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي كانت دائما الحلقة الأضعف والأكثر تأثرا بتبعات التغير المناخي، ونظرا لارتفاع معدل الإجهاد المائي وانعكاساته على الموارد المائية بجهتنا، أصبح من الضروري تعزيز جهود تثقيف الناشئة وتمكينهم بالمعرفة والمهارات اللازمة وزيادة وعيهم بالمسؤولية تجاه حل المشكلات البيئية. كما أهنئ بمديرية قسيف على الدينامية الإيجابية التي حققتها في مجال مدارس الإيكولوجيا وحصولها هذه السنة على 5 ألوية خضراء والتي تعتبر أعلى تتويج دولي مستحق، وأهنئ كذلك مديرية جرادة ومديرية فيجي بتتويجها باللواء الأخضر، وبهذا تصبح الجهة تتوفر على 59 مدرسة حائزة على اللواء الأخضر و 29 مدرسة على الشهادة الفضية و 14 مدرسة على الشهادة البرونزية، مما يعكس عمق المجهودات المبذولة من طرف الفاعلين على مستوى الأكاديمية والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية التي يسعدنا أن نتقدم إلى رؤسائها ومؤطريها في البيئة بأصدق عبارة الشكر والتنوير. السيد مدير أكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الجهة بالشرق. أطفالنا الأعزاء، أيها الحضور الكريم، منذ إطلاق مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة جليلة لالا حسناء لبرنامج المدارس الإيكولوجية سنة 2006 بشراكة متميزة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وهي تعمل على توعية وتحسيس ناشئة التعليم الأولي والابتدائي بأهمية الحفاظ على التنمية البيئة وعيا منها بدورهم الأساسي في تحقيق التنمية المستدامة عن طريق تحفيزهم على اتباع سلوكيات بيئية إيجابية. Thank you.
قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.